تعي تعي هموس تعي. شهد النجول. البحث عن الكنز. البحث عن الكنز. اليوم خبيت لكم مفاجأة كتير حلوة. بس أول شيء حتلاقوا ورق، يمكن تلاقوا الهدية. أول شيء أول ورقة حطيت لكم إياها. هلا بفرجيكم أول ورقة موجودة هون. يلا طولوها وخلينا نقرأ شو في جواتها. أنا بقرأ لك ماما، شو رأيك؟ أشوف مكان بنحط فيه الأشياء الزاكية. وين بنحط الأشياء الزاكية؟ لفوا لعندي لعندي. أشوف مكان بتنام عليه جود. بسرعة بسرعة معاهم هن. دوروا. أنا يمكن تحت الحرام. هلا همس. أشوف يا همس المكان أو الإشي اللي بنحط فيه الفاين. شو هاد المكان اللي بنحط فيه اللي شهد بتحط فيه اغراضها وبكره؟ يلا افتحي. يلا هاتي نقرا شو فيها. هاتي نقرا شو فيها. مكتوب اشي لهامس بتسوق فيه وبتلعب فيه دايما. بسرعه بسرعه بسرعه. هاتي اشوف شو مكتوب. مكتوب الاشي اللي بنفوت منه على البيت. من وين بنفوت على البيت؟ تعي تعي هموس تعي. حلو الكن؟ لا تخافي لا تخافي. شو بدكم تسموه للبسبوس؟ لا تعيطي. ليش بتعيطي؟ مين بعيط؟ صار عندنا بسبوسة حلوة بالبيت. ليش؟ لا بعرف. كيف حتكبر؟ تكبر عندكم؟ ديروا بالكم عليها بس. شوفي محلاني، شوف شوفي هالبسبوس محلاه وبيع. تطلع معنا بكره. حلو بسبوسة الكبيرة اللي عندي أنا هون العلوة. كركور. ايش تسميها شهد؟ كركور. لا نسميها بنوتة، ايش رايكم؟ سموها بابلوتكو يا عادي. بنوتة بنوتة.
وهيك خلصنا الفيديو وانا تحمست كثير وعجبتني البسبوس. خذي هموس.